السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء عبر أثير قناة الأيام الفضائية، وكما عودناكم الأيام سباقة لنقل الأحداث أينما تكون، سواء كانت أحداث سياسية، أحداث اجتماعية، لا سيما أحداث وأحزان آل بيت الرحمة عليهم السلام في 10 محرم اليوم من النجف، وأمس كنا أيضا من النجف، وهذه الساعة التلفزيونية، وإذا يعني يمتد بنا الحال يكون أكثر من ساعة تلفزيونية ننقل الصورة الحية المباشرة من مدينة النجف الأشرف، هذه المدينة المقدسة، مدينة أمير المؤمنين عليه السلام، ونقل حي للشعائر الحسينية وما يقدم عبر مواكبها، عبر أبنائها، هؤلاء الذين يقدمون العزاء لسيد مولاي أمير المؤمنين عليه السلام، وهم يحيطون بقبره الشريف الذي يلثم ثرى النجف الأشرف. وهكذا شرفت النجف بعلي بن أبي طالب، وهذا اليوم تتشرف النجف بتلبس ثوب السواد حزنا على سيد الشهداء عليه السلام. ومثل ما شاهدوا مشاهدينا الكرام، كاميرتنا الآن تعطيكم هذه الصورة، المواكب الحسينية في هذه اللحظات بعد أداء مراسيم أذان المغرب، وهناك صلاة شعيرة واجبة، صلاة المغرب والعشاء، فالمواكب قاطبة كما تشاهدون يؤدون الصلاة، ومن بعد أداء الصلاة تبدأ مراسيم العزاء الحسيني. هكذا في جميع المواكب هناك فترة قرابة نصف ساعة لأداء الصلاة، ومن بعدها تبدأ المراسيم. معي حاج زهير، تفضل يا أمي. احنا عودناكم نستضيف دائما اصحاب المواكب، الخدمه في هذه المواكب. السلام عليكم حاج زهير، اعظم الله اجوركم في هذه الايام، الليالي الاليمه التي تعصر قلوبنا دم. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والامه الاسلاميه جميعا بهذا المصاب الجلل. استاذنا بالنسبه للعاشور، عاشور الاسلام كله، يعني ما مختصر على العراقيين وعلى النجفيين وعلى المحافظات الباقيه، العراق واحد. شوف هسه احنا عندنا في الدليل السواد اللي موجود على الطفل وعلى الشايب وعلى الشبير وعلى المراه وعلى الرجال، الحيطان، الشوارع كلها متروسه سواد، حزنا على ابا عبد الله الحسين، والحسين كل شيء عندنا. حج زهير، الحسين لا يختص بفئه ولا بطائفة ولا بمجموعة، خرج لأجل الحرية، نادى بالحرية، نادى بمقارعة الظلم، الطغيان، الطاغوت. فلهذا أحرار العالم كلهم متأسون، غاندي وغيره، كل المفكرين يقتدون بثورة الحسين عليه السلام. الحمد لله احنا نحسد لثورة الحسين، والحزن يعني على حزن ومش المشاعر والعادات والتقاليد اللي تقوم بعاشور، عاشور الحسين، نحسد عليه ونحسد انفسنا، لانه الله يريد يجيب هاي الوادم للتوفيق ولخدمه الامام الحسين لاجل قربهم من الله سبحانه عز وجل. حدث حج زهير دائما عبر فضائياتنا، اي فضائيه دائما عندما تلتقي باحد خدمه الحسين يكون حديثنا ذو شجون. اول نقطه من حديثنا بانه مواكبنا، منابرنا هي منابر هداية، منابر نور، منابر وعظ إرشاد. فلهذا إحنا ما نعتقد فقط إحنا نجي لأجل أن نبكي أو نلطم، لا، الحسين فكر وهاج، فلهذا يتناول الحسين عبر القصائد. أستاذ فلاح، بالنسبة لجنابكم أنتم تفترون على كل المواكب وكل المجالس، شوف تجي للمجلس الخطابي تلقاه مزدحم ممتلئ، تروح للمشيخ تلقاه ممتلئ، تروح للتطوير تلقاه ممتلئ، تروح للمشاعل، كل العادات وكل التقاليد وكل اللي كل الشعار احنا نقول منسك، راح نقول خاف يقولون علينا احنا نحب الحسين، لا مناسك، لا مو بس نحب نعشقه، خلي يقولون لا 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 مو احنا خاف الطائفه الثانيه والذاكه وذيك انه يفكر، بلا شك الحسين للاسلام كله، بس احنا لو يعني مثل ما هذا باعتقادي انا اقول منسك، هذا مثل ما مناسك الحج مناسك عاشوراء، فاحنا نقتدي بهذا الموضوع. ليش نقتدي؟ لانه اكو موضوع في القلب، مو ما جانا عشق للامام الحسين، فلهذا نعتقد بهذا الموضوع ونشاهد ثوره الحسين تتجدد. دائما ثوره الحسين هي التي تقف ضد الظلم، ضد الطاغوت. ايام النظام البائد مجالسنا كان شوكه في عيونهم، بلا شك، بالبيوت هات قبل يعني ايام المنع، ايام المضايقات اللي موجوده بالبيوت الناس، وبالنسبه كمدينه النجف هدر راح اجي، هدر انا ارجع الاصلي،
بالنسبة لمدينة النجف يعني هذه عاداتها مو احنا ما صايرين، احنا قاعد نستارثها ابا عن جد. كل النجفيين وكل العراقيين ما جايتهم يا الحسين، قلت لك حسين فكر، حسين حرية. من خلال موكبنا، موكب النجف الأشرف، احنا نعرف بمواكبنا أجمع، لأن مواكب النجف كلها أكو هاي نقطة ما شفتها باقي المحافظات، كل مواكبنا تحط فوق النجف الأشرف واسم الموكب جواه، كأنما خيمة النجف تعم على الجميع. بلا شيخ، احنا علي بن أبي طالب أبونا وأبو الجميع، ما هذا احنا يعني هو المدارس اللي الناس تدرس بيها. الطالب العلم إذا ما درس بالنجف مو طالب علم، خلي اكون انا حتى اكون عنصري بهذا. هذا الرادود اذا ما قرب النجف مو رادود، الروزخون اذا ما يعني هم بقرارة نفسهم، وانا احكيها انا سامعها من عندهم. الله يطل العافيه الملا باسم قرأ اول قراءه بالنجف هنا، أنا قال اليوم اصبحت رادود، قرأ بصحن امير المؤمنين لموكب النجف الاشرف، وانه قال اليوم انا اصبحت رادود فعلي، وانما ان امير المؤمنين هو الاب الروحي للجميع. احسنت، الله يعزك وديمك بالتوفيق حجي زهير، موفقين ان شاء الله. نقول عاد الله بالخير وستر وعافيه لكل العراقيين والامه الاسلاميه بالامن والامان والستر، ويكشف هاي الغمه عن هاي الامه بحق اللهم امين. امين اللهم امين، كل التوفيق حجي زهير، موفقين موفقين حجي زهير. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين وياكم وخدمة الإمام الحسين، عظم الله أجوركم، موفقين إن شاء الله. المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس، السلام على فخر المخدرات زينب الكبرى، السلام على خدمة الحسين، السلام على النجف الأشرف ومواكبها وعزائها بمشقها وتطبيرها ومشاعلها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. نتحدث جانب، احنا كل واحد من اخوتنا المحبين الخدمه نتحدث اليوم بجانب من الجوانب. هسه نتحدث جانب اليوم، احنا نسميها ليله القاسم عليه السلام، القاسم ابن الحسن الامام الهمام، كان بطل ولكن التاريخ المزور حاولوا ان يغمطون هذه الشخصيه. الحسن بن علي الامام الحسن والامام الحسين كانوا هم جناحي امير المؤمنين في كل معاركه، كانوا ابطال امامه يقاتلون، ولكن تعرف احنا الامويين وغير العباسيين حاولوا ان يشوهون صوره ائمتنا عليهم السلام، ينالون من عندهم، ولكن هيهات. فالقاسم ابن الحسن هذا الصبي، هذا البطل الشجاع، عكس في الصوره. مواكبنا بهذه الليله تختلف عن كل ليله. بالنسبه لمواكب النجف الاشرف لها ميزه خاصه عن مواكب العالم، مو بس العراق، عن مواكب العالم. النجف تمتاز بروحيه علي بن ابي طالب عليه السلام، بروحيه المرجعيه الرشيده العليا، بروحيه الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الامامين الحسن والحسين سلام الله عليهم امامان قاما او قعدا. فالامام القاسم فكيف لا هو وهو ابن علي امير المؤمنين ابن علي بن ابي طالب، رمز الشجاعه، رمز الصمود، رمز الخلود، عريس الطف. فاحنا هذا اللي اقدر اركز عليه، اقول ليلتنا تختلف ليلة عن عريس الطف. ليله عريس، نشوف القصائد الطف. قصائد يعني عرس نشوف اليوم شبابنا يعني بعكس الايام الماضيه، مثل ليله العباس سلام الله عليه، ليله مبكيه حزينه، ليله شجاعه بين قوه وبين شجاعه وبين ركيزه وبين خيارين. من عندما اتى هذا اللعين ابن اللعين وقال لابن خالتنا، قال له رخصني ابا عبد الله، خلينا نقول ما خلي كل شيء اليوم بدون هاي كلها دروس. فاليوم اكو فرحه عند الشباب، فرحه القاسم، شباب الطف، عريس الطف، هذا شباب القاسم اليوم ولادنا كلهم فرحانين. هذا الشاب انحرم من عرسه، انحرم من فرحته، انحرم منها، ولكن ان شاء الله عريس بالجنه، وان شاء الله انا وانتم وجميع شيعه امير المؤمنين في زفافه وفي عرسه بالجنه. الدرس اللي نستلهمه من القاسم لم ينهض لاجل عمه، هكذا تقول الروايات في المقاتل بينه الحسين عليه السلام، ليله العاشر جمعهم انطاهم الواجبات وقال لهم كل احنا شهداء. فالقاسم يتحدث للحسين سلام الله عليه، يا سيدي يا مولاي ابا انا منهم؟ قال له شو تشوف الموت؟ يقول له احلى من العسل. قال له وانت منهم. يعني شوف فعلا مو نصر بانه عمه، لا، وانما الامام الامام الحسين امام لنصره الدين والمذهب ولنصره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رسالة النبي رسالة محمدية حسينية، نريد نقول مهدوية. الرسالة أتممها الإمام الحسين عندما صمد في واقعة الطف وانتصر الدم على السيف، فكان الإمام الحسين هو مرسال الدين وهو الرسالة المحمدية الإلهية المتصلة إلى يومنا هذا. اليوم شموع وملبس وشكليات. أي أيوة والله شموع،
همت عيني على القاسم. فالقصيدة اليوم شموع ملفت. همت عيني على القاسم، شباب الأئمة، هذا القاسم، هذا ابن الحسن، هذا العريس، هذا محروم. هذا محروم. وش نتذكر؟ كم شاب عندنا محروم؟ هم هذا أرد أقول لك. كم شاب؟ شبابنا اللي قدموا أرواحهم. كم شاب بالحشد راح؟ كم شهيد راح؟ كم عريس راح وما رجع؟ تأسوا بالقاسم وانطلقوا وقاتلوا وقدموا دماء. أكيد هي طف، هي طف، هي واقعة. هي إثبات، وجود لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام. لولا هؤلاء الشهداء الأبطال اللي ضحوا، ما هاي مجالسنا هسا منصوبة معقودة لذكر الحسين لانتهت، ولكن هم بدمائهم الله يساعد كل أم، الله يساعد كل أب، الله يساعد كل زوجة، كل يتيمة. يوم نشوف القاسم، نشوف مجالسنا، الله يساعدهم. بقول أنا ما أتحمل والله من أشوف. كل التوفيق إن شاء الله. موفقين موفقين موفقين. مشاهدي الكرام، إحنا مستمرين وياكم، ولكن نقول فاصل قصير، وبعد إن عودة بثنا وتغطيتنا المباشرة اللي نقدمها لكم من النجف الأشرف. فإلى فاصل ولنا عودة أخرى. هذه عودة أخرى مشاهدي الكرام، وتغطيتنا المباشرة اللي نقدمها لكم من النجف الأشرف، وهذه انتقالة أخرى مثل ما عودناكم نتجول بين المواكل في منطقة السور. هذه المنطقة يسمى سور النجف الأشرف، سور المدينة القديمة، ومواكب النجف في المدينة القديمة تنصب مواكبها في هذه المنطقة. الآن كنا في أمام موكب أحد المواكب، والآن انتقلنا إلى موكب آخر، والشاهدون خلفي هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة الواجبة تؤدى في هذه الأوقات، ومن بعدها تعقد المجالس ومستمرين. وبينا بأنه في العشرة الأولى من شهر محرم كل يوم علماءنا هكذا حددوا، العلماء السابقين أعلى الله مقامهم، حددوا لكل يوم خاص بأحد الشهداء، مثلا يوم لمسلم عليه السلام، يوم للأنصار، يوم للقاسم، يوم العلي الأكبر، يوم للطفل الرضيع، وهكذا إلى أن نصل إلى اليوم العاشر. وإحنا مستمرين بهذه التغطية المباشرة. هذه الليلة هي ليلة القاسم ابن الحسن، هذا الشاب البطل الأمام اللي انتصر للإمام أمير المؤمنين الإمام الحسين عليه السلام. ومعي سجاد إعلامي من هذه المدينة المقدسة، ونتحدث سجاد عن دور الإعلام الحسيني في نشر مفاهيم وأهداف الثورة الحسينية عبر هذه المجالس. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لكم الأجر باستشهاد كوكبة من عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. زميلي العزيز، نحن امتداد لقضية إعلامية ابتدأت بها صاحبة الرسالة المناطة إليها من قبل الإمام الحسين عليه السلام، ألا وهي زينب الكبرى التي أوكلت إليها رسالة الإعلام. والإعلام امتدادا من 1445، من سنة 61 للهجرة إلى يومنا هذا. الإعلام الشيعي، أنا أتحدث يعني بشيء يختص بهذا المذهب، الإعلام الشيعي عندما يعمل جاهدا في إيصال هذه الثقافة الحسينية، هذه الثقافة هي امتداد للسيدة زينب عليها السلام، والله لا تمحو ذكرنا من ذلك القسم الذي قسمته السيدة زينب عليها السلام على نفسها أما معتى طاغية على جباه التاريخ. لذلك اليوم الإعلام يجسد هذه الرسائل الحسينية. الإمام الحسين عليه السلام استشهد وقدم طفله الرضيع من أجل ديمومة الإسلام، ومن أجل استتباب الأمن الإنساني والرسالة الإنسانية. من منطلق الحديث لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه السواسية وهذه التسوية الإنسانية التي أراد الإمام الحسين عليه السلام أن تقوم عليها البشرية. لذلك نحن كما نرى، نحن وإياكم في كل التغطيات نرى الكثير من الجاليات، سواء كانت عربية أو كانت أجنبية، تحضر. لم ينتمي إلى هذه المؤسسة يأتي لكي يعني يستطلع، يرى ماذا تفعل هؤلاء الناس وماذا يعملون وبمن يؤمنون. لذلك هي رسائل وصلت إلى الجانب الآخر، إلى العالم الغربي، إلى كل الكائنات. هذه الرسالة وصلت من خلالكم ومن خلال هذه الفضائية المباركة. أسأل الله التوفيق لجميع من يشارك في نقل وإيصال هذه الصور إلى العالم أجمع.
حبيبي استاذ سجاد شكرا جزيلا. ممنون ممنون شكرا جزيلا. ايضا معي الحاج العم العزيز الله يساعدك عمو بنافع، شلون صحتك؟ احوالك؟ بعد روح احنا اول ما جينا سالنا عليك والله الشرف بك مباشره الشرف بك ونتشرف فيك العافيه خدمة الامام الحسين قدام لك مولاي بعد روح حياك الله يقدمون الدرس شرف لنا شرف لنا عبر هذه الرساله الحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك، سلام مني ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله اخر العهد مني لبيعتك يا ابا عبد الله. نحن نبايع الحسين سنويا في هذا المكان، نحن نعرف الحسين حق معرفته. عندما تقول بالزياره جئت زائرا عارفا بقدرك عارفا بحقك، نحن نعرف الحسين ليس معرفة غوغائية ولا معرفة عشوائية، نعرفه حق اليقين، رجل صاحب مبدأ، رجل غير مصلح. الآن المصلحين في العالم يحذون حذوه، ولعل سبارتيكوس قائد ثورة العبيد انطلق من الشعار لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد، أخذ هذه المقولة وانطلق بالثورة في أوروبا ثورة العبيد. ولعل كثير من الفلاسفة في العالم عرفوا ما هو الحسين، عرفوا قدر الحسين. والمهاتما غاندي تعلمت من الحسين، وهي مقولة معروفة كيف أكون مظلوم. ولا زال الكتاب والمفكرين والكتاب والمفكرين والمثقفين يكتبون عن الحسين. كيف؟ لأنه هذا رجل مصلح أصلح ما موجود من اعوجاج، استوسق العالم استوسق المجتمع من خلال طروحاته ومن خلال آرائه ومن خلال تضحياته، ضحى بأهله ضحى بنفسه ضحى بأخوانه من أجل الدين من أجل الإنسان من أجل نحن من أجلنا نحن. يعني تعلمنا منه الكثير، المنبر علمنا الكثير. والحسين يبقى رجل يسير مع الزمن، يسير مع الزمن في كل العالم، ولا زال 1400 عام ولا زلنا نتمسك به حق التمسك، نتمسك به وبقوة. عم أبو نافع ذكرت لي نقطة جوهرية في هذه الأيام العشرة الأولى، تقول نحن نسير مع المنبر وتحت ظل المنبر وبهدي المنبر. المنبر هو كان دليل ورسالة واضحة المعالم، أدى الخطيب والرادود والشاعر ما عليه من الرسائل التي الإمام حسين كانت له بصمة واضحة في عرصة كربلاء. قسمت العشر الأولى إلى أيام، ليلة القاسم وليلة العباس وليلة علي الأكبر. هاي الليلة ليلة القاسم ليلة الشباب، شو المعاني هذه التقسيمات؟ هذه التقسيمات عندما رجعت زينب عليه السلام والظعن من الشام إلى كربلاء إلى المدينة، قبل أن يبدأ محرم أو في بدء محرم قسموه إلى أيام العشر الأولى، وإلا هم استشهدوا في يوم واحد في يوم وليلة. ولكن لذكرى هذه الشخصيات زيادة المصيبة والعبرة والاقتداء بهذه الشخصية. عندما نقول يوم العباس عليه السلام هو الاقتداء بشخصية العباس، يعني يذكر الخطيب شخصية العباس وما هو الذي أراده العباس، التمسك بالحسين، يصيح لأخي حسين مولاي أو سيدي يا أبا عبد الله، ما يقول لأخي كذا. وكذلك القاسم وكذلك علي الأكبر، هذه النخبة التي ضحت في كربلاء نقتدي بها من خلال أيام عاشوراء شخصية شخصية، ونتذكر ما ضحوا به في كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام. وهي هذه عم أبو نافع. نعم. اليوم أشوف الأخ هنا يوزع الحلويات. نعم اليوم يوم القاسم والشوكلية. نعم. والشمع تعالي هنا اليوم من أيام هاي من أيام بلي شمعة بلي حلوة. نعم تذكر بشبابنا الشهداء. نعم أي والله تذكر بشبابنا أكيد أكيد، يعني حتى عندما صارت مسألة الفتوى الجهادية اللي أصدرها السيد السيستاني، أغلب شبابنا استشهدوا بالجبهات، فهاي الأم تقول ما يخالف خلي يروح على الفدوة للقاسم، يعني اقتداء بالقاسم اقتداء بتضحية القاسم، تقول ابني راح شهيد
مثل القاسم عندما استشهد بين يدي أبي عبد الله. واليوم احنا نحيي هذه الذكرى، ذكرى الإمام القاسم أو القاسم عليه السلام اللي هو ابن الإمام الحسن، وموجود الحلوى والشموع، فهذه الذكرى أيضا عزيزة على الشباب، شبابنا الذين تعلموا من المنبر، لهم حصة بالمنبر، المنبر على حق الجميع، والمنبر هو أسرع وأكبر من المؤسسات الدينية. كثير من المؤسسات الدينية أسست في العالم، مؤسسة فلان مؤسسة فلان لنشر التشيع ولنشر الإسلام الحقيقي، إسلام أهل البيت، ولكن المنبر الآن تجد في كل مكان في العالم فيه مجلس للإمام الحسين، في منبر الإمام الحسين. نتعلم من الحسين ما جاء به من إصلاحات. سمعت مقولة قبل كم يوم يعني حقيقة شدتني، يقول المفكر أحد المفكرين الحسين سلام الله عليه، هذا الإمام المعصوم في عرصة كربلاء، يعرف البقاء عندما بقي وحيدا، وقال مقولة الشعر: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب، يقول هو بنص الأعداء، لا بينما يقول هذا النداء هو ليس لهؤلاء الأعداء، هذا النداء إن الأجيال. الإمام الحسين يعرف رجل معصوم، وهاي العصمة يعني يعرف ما وراء المجتمع ماذا يقول. فشو الإمام الحسين عندما قال هل من ناصر ينصرني، الإمام الحسين بمعجزة يقدر يفني كل الجيش، ولكن هذه عبرة أن يريدنا نتمسك به ونعرف ما هو الحسين، وهذه هي داء التقويم للمجتمع في كل مكان وفي كل وقت. يعني عم أبو نافع، أسأل البارئ عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالعافية والصحة والستر، وأن نكون إحنا نبراس للمدرسة الحسينية. الحمد لله والشكر، إحنا نقتدي بهذه المناسبة ونقتدي بهذا المنبر. وأنا بالنسبة لي كرأيي الشخصي أعتبر مجلس الحسين هو المشيخة، هو العزة، هو العنفوان، هو الخير، إنه لعيالنا والأولادنا ستر، غطاء للخير بهذه الذكرى. فإحنا هاي ذكرى الإمام الحسين، كل ما نملك من أموال، من عطاء، من جهد، كلها تضحية من أجل نذر بسيط بحق الإمام الحسين. كل التوفيق أولا، كل التوفيق، موفقين موفقين موفقين. مشاهدين كرام، أبو نافع ما يقدر يوقف، إحنا شنا نجي كل سنة يتلقانا، أسأل الله أنتك العافية. ولكن مشاهدين كرام، إحنا مستمرين وياكم وتغطيتنا، واللي نبين من خلالها هذه الأيام هذه الليالي. نأخذ فاصل قصير ولنا عودة أخرى. هذه عودة أخرى مشاهدي كرام وتغطيتنا المباشرة من نجف الأشرف، وانتقلنا إلى مكان آخر ألا وهو المكان الخاص بتجهيز المشاعل، وإحنا نسميها في هذه المدينة المقدسة مشاعل منطقة العمارة. منطقة العمارة هي هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي موجودة مقابل باب الفرج، باب يسموها أيضا باب منطقة العمارة. أبناء منطقة العمارة بطبيعتهم البدوية، بطبيعتهم العربية، بطبيعتهم العشائرية، ينتفضون من خلال هذه المشاعل. تعطينا هاي صورة، هاي المشاعل، هذه المشاعل الآن بعدها الآن يتم تجهيزها. أدنيهم هذه المشاعل، يتم تجهيز هذه المشاعل للخروج بها من يوم غد. فتخرج هذه المشاعل بطريقة تنوير خاصة من خلال إشعال هذه المشاعل للجميع إن شاء الله، من خلال إشعال هذه المشاعل يحطوا لها النفط الأسود، وطريقة خاصة بإشعالها والخروج بالأهازيج والهوسات، ويحملون معاهم ما يسموه إحنا هنا بعض الأدوات الخاصة، السيوف وغيرها. وهذا تظهر نصرة للإمام الحسين ليلة الثامن وليلة التاسع وليلة العاشر، هذه الليالي الثلاثة الأخيرة، فتظهر المشاعل بتنويرها بهوساتها، وتعودوا كل عشيرة بعشيرتها، لأن منطقة العمارة القديمة كانت منطقة عشائرية، طبيعتها العشائرية، كل عشيرة اسم المشعل باسم العشيرة مالتها، وتظهر تنطلق من هذا المكان وتدخل عبر شارع الجواهري وصولا إلى المنطقة المخصصة اللي باب العمارة احنا نسميها باب الفرج. هذه منطقة المشاعل، وهذه المنطقة اللي احنا من خلالها تنطلق هذه المشاعل وتوصل. سلام عليكم عم أبو سجاد، عظم الله أجوركم، موفقين. وصل يمي العم أبو سجاد، هو أحد أعمدة طرف العمارة.
أبنائنا إذا ما يصلون يمارسون طقوسهم، فهاي الشعير الصلاه هي أساسية. عمو سجان، حدثنا عن المشاعل وطريقة خروجنا. المشاعل أنا يعني بالنسبة لي موالي 60، يعني عمر 63 سنة، إذا أردت أتحدث أتحدث عن وعي أنا، يعني عن ما سمعت عن الآباء وشفته وما سمعناه، ويعني مارسناه إحنا يعني من طفولتنا من 6 سنوات إحنا وياهم بالمشاعل. هاي المشاعل يعني مسيرها كان في طريق ضيق جدا، الأزقة اللي نسميها العقود بمحافظة النجف الأشرف، لربما يبدي مترين ويصير 3 ويرجع متر ونص، حتى أن يوصل إلى الحسينية الششترلية. كانت الحسينية بها فد مساحة، منطقة العمارة الحسينية يقفون بها بعض العلماء، واللي أعتقد أكثر شيء السادة آل الحكيم في زمنهم، يحيون ويعزون المواكب اللي جاية، حتى أن ينفذ الشارع ويصلون أمام الصحن الشريف، وتدخل كانت إلى الصحن الشريف، إلى داخل الصحن من باب العمارة اللي هي باب الفرج اللي هسه أمس شفتها مغيرين اتجاهها شوية، كاتبين عليها باب الحسن عليه السلام. أنا هذا اللي شفته أمس بعيني. فالمسير يبدي بهاي الأزقة وهذا، وحتى أن توصل إلى للصحن الشريف، وهنا يصير طرف العمارة والمشاعل مالته، يبدو الرادود. كانت المشاعل عفوا عمو سجاد تدخل داخل الصحن، لأن عددها قليل. بل يعني إن معدودات عدوا الأصابع. وللتذكرة بالنسبة للي إحنا يعني في سنة 75 أو 74 من سلمناهن إلى العتبة، وكانت بقيادة، أهلا حياك الله أبو حيدر، يعني كانت برئاسة سيد حسين الكليدار الله يرحمه أبو رضوان، سلمناهن داخل الصحن، فخلوهن بأحد المخازن فوق من بالحسينيات. وعن طريق الصدفة في يوم من الأيام نعمل إحنا بالصحن، وكنت اتفرج اتمرشب الممرات اللي فوق، هي كانت يعني مخازن وكذا، لقيت عثرت عليها الموجودات. ومن صارت التحول السياسي وها 2003 بادروا وقالوا ذن المشاعل طلعوا، وجانا احنا من الناس اللي اخذنا مشعلنا احنا، يعني كان المعرف يعني لربما 20 اكثر اقل بالضبط، يعني ما عندي ذاكره من عشائر منطقه العماره بالضبط، جدا قليله ومحصوره، ولربما اكو عشائر ما عندها كانت، بحيث القرعاوي اذا ما عنده مشعل يهوس ويا ابو قلل، او ابو قلل يهوس ويا الشكري او يا العامري، كان هي تقريبا واحد، ليس لسه كان واحد من نقول مشعل، يعني مشعل واحد لربما هو مشعل يمثل طرف العماره، هو المشعل الحسيني اللي يرمز المن الى ثوره الحسين، الى شعله ثوره الحسين، يعني هذا اللي يعني اعرفه عنه. وكان اكو هدوء، وكان اكو يعني ليس ستعرف ضجيج، يعني دمام، احنا كان عندنا دمام واحد بالموكب او دمامين، هسه ربما عشان عمو سجاد في وقت البرنامج الله يحفظكم، اهلا وسهلا، شرفتنا استاذ فلاح، الله يحفظك، حياك الله، كلنا نبيك. مشاهدينا الكرام، اخذنا جوله اليوم في مدينه نجف الاشرف، تعرفنا على بعض المواكب الحسينيه، ما تقدم هذه المواكب الحسينيه، الشعائر الحسينيه، ووصلنا اليوم الى المشاعل. ان شاء الله يوم غد اذا نوصل لهذا المكان راح تشاهدون انطلاق المشاعل وتنوير المشاعل ومسير المشاعل، واحنا ان شاء الله مستمرين من قناه الايام بتغطيتنا المباشره، والى يوم غد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.